هلو، دلوقتي انا هعمل لكم فيديو توضيحي عن مكنسه روفوس، التقنيه بتاعتها، وكمان كل المرفقات ازاي نقدر نستخدم كل قطعه مرفقه لوحدها. اول حاجه حبيتها زي ما انتم شايفين انه القطع المرفقه كلها متنظمه علشان تقدروا كل تحطوا كل المرفقات، ومنين ما بتنظفوا في اي مكان المرفقات معاكم، ما تقعديش تشيلي والمرفقات تقع او تضيع منك، لا بتكون متنظمه في كل مكان مخصص ليها. اوكي، اول حاجه بتحتاجيها في البيت هي المكنسه العاديه. المكنسه العاديه زي ما انت شايفه هنا المساحه بتاعتها كبيره، من الحافة للحافة بتقدر ان هي تنظف من جميع الاتجاهات، اوكي، حتى كمان الكورنرز، وكمان هنا لو انت عايزة تنظفي السجاد اللي مش بيكون عالي او مش بيكون سميك تقدري تنظفيه بالشكل ده. لو السجاد بتاعك فيه غبار متعلق اكتر وسميك تقدري تحولي من هنا لهنا وتنزلي الفرش اللي هي بتكون من النايلون وبتخش اعماق السجاد تشيل كل التراب والشعر والوبر والغبار. بنروح لقطع المرفقة الثانية وهي النوزل دي، علشان خاطر لو في عندنا أحرف، زوايا، جوانب عايزين ننظف. شوفوا الفوهة بتاعتها ازاي واسعة، فبتشفط قوة الشفط بتاعتها كمان بتكون كتير، وبتشفط كمية تراب كبيرة في نفس الوقت. حتى كمان السيارات بتكون عملية في الجاردن بره عندك في البيت بتكون عملية. القطعة الثالثة هنا هي اسمها البلوور. البلوور دي انا عن نفسي بستخدمها في البيت منفاخ، ممكن للعوامة بتاعت الاولاد او حتى الحمام السباحة، وفي نفس الوقت هي دي القطعة اللي بيتضخ منها البريشر او ضغط الهواء بيكون كتير. فلو في مثلا عندكم شوية تراب او غبار او حتى ورق شجر بيقع، لو عندكم شجر طبيعي موجود في الجاردن تقدروا ان انتوا تنفخوا الورق ده وتهووه بمنتهى السهولة، وان انتوا تنظفوه بقوة الضغط من القطعة بتاعت البلوور. نروح للقطعة الثانية وهي دي الفرشة اللي بتنظفي بيها أي حاجة. شوفوا الفوهة بتاعتها واسعة، الفوهة بتاعتها واسعة عشان تلم كتير وكم كبير من الغبار، يعني مثلا ما بين الكيباد بتاعت اللابتوب او حتى على التلفزيون، فوق التلفزيون، على المفروشات بمنتهى السهولة، برضو هنا على الاباجورات مثلا، على الترابيزات بتاعت الكومودينو، دي بتساعدك ان انت تنظفي بمنتهى السهولة. المطبخ، الحمام، تقدر ان هي تشيل مثلا لو وقع سكر او حتى دقيق او عدس، دي تقدر تشيل بمنتهى السهولة. القطعة الثانية وهي دي اللذيذة بقى اللي احنا بنستخدمها علشان ننظف بيها المفروشات، الصوفة، الكراسي، نقدر ننظف بيها الستاير. شوفوا الفتحة بتاعتها برضو واسعة وفيها هنا المايكروفايبرز اللي بتخلي ان هي تشيل اي نوع من انواع الشعر والاوساخ برضو بمنتهى السهولة زي ما شايفين. اوكي، ممكن على الستاير، ممكن على الاسرة، الاكياس بتاعت المخدات، المراتب، نقدر نحنا ننظفها بمنتهى السهولة مع القطعة المرفقة. وطبعا اخر حاجه اللي هي السكويجي، لانه طبعا عارفين ان احنا مكنسه متعدده الاستخدام روفوس، فاحنا لازم ننظف كمان الازاز بتاع المرايات، الازاز بتاع الحمام، الازاز بتاع البيت لو احنا مثلا عايشين في فيلا او حتى في العمارات، الازاز الشباك نقدر ان احنا ننظفه، هي دي السكويجي. وحتى كمان السيارات نقدر ان احنا ننظف الازاز بتاع سيارتك بمنتهى السهوله. بصوا هنا هي عامله زي بالظبط الجلد بتاع المساحه، فلما بيكون في ميه بتمسحه على طول لو احنا عايزين، عامله زي المساحه بالظبط بتاعت الازاز. كمان برضو عندنا الاكستنشنز لو احنا عايزين نستخدمها مع المكنسه العاديه علشان نطولها، نوصل للحيطان، نوصل للستاير، نوصل حتى للكاربتس بمنتهى السهوله. اوكي، في قطعه وهي الهوز، الخرطوم اللي موجود ده اللي احنا نقدر نستخدمه الهوز، وده اللي بيتركب في المكان اللي هو اللي قدام. اوكي، لو احنا عايزين نستخدمها كمكنسه تشفط الهواء من الارض او حتى السوائل للمكنسه من الداخل، بنحطها في المكان المخصص ليها اللي هو قدام اللي هو هنا، بنركبها بمنتهى السهوله وبس، وبنلفها فخلاص بتكون متثبته. اوكي، وهنا في حاجه تانية
لو هي لو دي مثلا الفوهة دي مفتوحة، دي بتساعد على انه بتخلي سرعة الضغط او سرعة الشفط تكون مختلفة. لو السجاد بتاعك وانت بتنظفيه بيلزق وبيطلع فيه المكنسة، تقدري ان انت تقللي من قوة الضغط بتاعة الهواء، ممكن تحطيها متوسط. ولو السجاد بتاعك طويل قوي وسميك قوي، تقدري تقفليها خالص، فبالتالي المكنسة بتاعتك مش هتشفط السجاد وهي بتطلع. فدي المستويات بتاعتها، تقدري ان انت تتحكمي في مستوى ضغط الهواء. اوكي، ده بالنسبة للهوز الموجود. وكمان لو انتوا حابين تستخدموا القطعة بتاعت البلور ان انتوا تطلعوا الهواء، تنفخوا مثلا العوامات او حتى البول هنا، اوكي، تقدروا تستخدموا الهوز في المكان اللي موجود ورا، علشان بيطلع الهواء من المكنسة بقوة ضغط قوية، ينظف كل ورق الشجر وينظف كل الـ طبعا الأتربة والغبار بمنتهى السهولة. بتقدروا تركبوه في الشكل ده وبتلفوه، فبيكون سهل ان احنا نشغل عليه البلور، فبنقدر ان احنا ننفخ كل الأتربة الغبار، نطردها على طول وننظفها بمنتهى السهولة. قد ايه حلوة، حبيتها لانه مكنسة، منين ما انا بتحرك معايا كل المرفقات منظمة جدا معايا، بقدر احط كل المرفقات بطريقة عملية وسهلة في مكانها، وبتكون ثابتة وماسكة معايا منين ما بروح. دي مكنسة روبوس اللي بجد القوة بتاعتها، قوة الضغط بتاعتها وقوة الباور بتاعتها، الموتور قوي جدا، بيساعد على ان هو ينظف ويشفط كل الأتربة والغبار وحتى كمان السوائل. اللي حبيته اكتر انه الخزان بتاعها 10 لتر، وهنا عندنا مستويات متعددة من 1 لـ7 مستويات زي ما انتم بتشوفوا هنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 مستويات بمنتهى السهولة. دي طريقة استخدام مكنسة روفوس بكل القطع المختلفة والمرفقات.